السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كما كتشوفوا الإخوان، الحركة مشلولة في المدينة، هذا من مصلحة الجميع. طلب الله السلامة والعافية. كتعرفوا الاخوان، هذا في حالة طارئة في جميع الدول، ماشي يعني في المغرب. يجب عدم التهويل من الموضوع وعدم اعطاء الموضوع اكثر من القيمة ديالو، ولكن في نفس الوقت يجب عدم التهور والانفلات. يجب اخذ الامور بجدية، الانسان يعمل الاحتياطات ديالو يكون على خير إن شاء الله. طلب الله يترفع هذا البلاء هذا إن شاء الله في أقرب وقت.